وصفة كبة قراص الجزر مع البرغل والرز بحشوة اللحم والبطاطا والبازلة بالفيديو التالي. الحشوات بترجع لذوقكم، والكميات اعملوا كميات قليلة تبدأوا فيها وتتعودوا وتتعلموا عليها، بعدين كتروا منها. هلأ اللحمة عم نشفها من ميتها. أول شي ما بحط زيت أبدا. هلأ رح حط البصل وقلبه بدون ما أحط أي زيت، رح حط عليه ملح وغطيهم وخليهم على نار هادية ليطلع البصل ميته ويستوي. عندي حطيت البصل وحطيت الملح، رح أغطيهم وخليهم على نار هادية ليستوي البصل عندي بدون إضافة أي زيت. هلأ عندي البصل استوى، حطيت فليفلة حلوة كمية بس بسيطة رح أقلبها مع اللحمة والبصل. حطيت كمية بسيطة شي نص كوب كزبرة خضراء مفرومة ورح أقلبها معاهم. كمية بسيطة من زيت نباتي ما رح كتر. البهارات معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كزبرة، ربع معلقة صغيرة أو نصف معلقة صغيرة فلفل أحمر حار، هيدا إضافته اختياري. معلقة طعام بابريكا هي أنا بشتغلها، ومعلقة صغيرة كركم. هلأ رح ضيف هاي البهارات على اللحمة والبصل مع الكزبرة والفليفل وقلبهم. جهزت البهارات ورح ضيفهم وقلبهم. هلأ رح أقلبهم شي دقيقتين، ما رح حط ملح لأني حطيت ملح على البصل بس تتبل عندي الفليفلة ويتسبكوا مع البهارات. رح ضيف البطاطا والبازلة. هلأ رح حط البازلة المسلوقة، كميتها بترجع لكم، ورح قلبها مع الحشوة. حطيت هلأ بطاطا أنا فرميتها كتير مكعبات صغيرة وقليتها وحطيتها على الحشوة، ورح قلبهم سوا وخليهم شي 5 دقايق على نار هادية ليتسبكوا سوا. وهيدي الحشوة هلأ حطيتها بصينية بستناها تبرد بعدين ببدأ أحشي فيها. هلأ جهزت الطنجرة اللي بدي أسلق فيها الجزر، رح حط هيدي المصفاية. إذا ما توفرت هيدي الطنجرة أي مصفاية حطوها جوا طنجرة، المهم أنا بدي أسلق الجزر على البخار، ما بدي يكون فيه كمية مي سوائل كتير. هلأ أنا عم بسلق الجزر على البخار. هلأ رح غطي الجزر وخليه يستوي 3/4 الاستوى. بالنسبة للسلق على البخار أنا اعتمدته لكتير وصفات كباب، لأنه اللي بخرب العجينة الكب وبخليها تفرط معكم هي كترة المي بأي نوع خضرة. يعني بالبطاطا لما أنا سلقتها بس نص سوية 3/4 سوية مش أكتر من هيك، لأنه كترتها بتخلي العجينة تفرط معكم وبعدين بتخلي حبة البطاطا تشرب مي كتير. أما الجزر أو اللقطين بدأت أنا أعملهم على البخار، ما عم بسلقهم بمي عشان ما يشربوا كتير سوائل، لأنه بمجرد ما اطحنهم شوفوا قد ايه فيهم نسبة مي. الشمندر ما سلقته، الشمندر كمان شويته بالفرن، فدائما اعتمدوا انكم يا تشووا يا اما تسلقوا على البخار. والبطاطا الوحيدة يلي بس نص سوية او 3/4 السوية بالكتير ما تخلوها تشرب مي كتير. هلأ بس يستوي صح بياخدوا شوية وقت، وما بدي ستويهم تسوية كاملة، 3/4 السلق بعدين بطحنهم وبجهز الرز والبرغل. بهيدي الطريقة بنعرف درجة استوى الجزر، ما بدي اياه يكون مهلوط ابدا او مستوي زيادة معنا، بس نشوف عم نقطع السكينة بطريقة انه الجزرات مش كتير دايبين، خلص على الاخر بنطفي تحته. بالنسبة للجزر رح اطحنه هو وسخن على طول. بالنسبة للبرغل استخدمت برغل اصفر ناعم تركي، غسلت كوب ونص وصفيتهم وبستناهم ليتصفوا من المي شي 10 دقايق. وهيدا البرغل بس صار عندي جاهز بعد ما نشف من المي كتير كويس. هلا رح اطحنه. بعد الجزر بطحن البرغل على طول وبخلطه مع الجزر هو وسخن، عشان حرارة الجزر اضطر البرغل عنا بزيادة. الرز نص استوى او 3/4 الاستوى، واستخدمت رز بسمتي. وهيدا الرز صار عندي جاهز، سلقته بس نص استوى اقل من 3/4 الاستوى، وهلا رح اطحنه هو وسخن. هلأ خلطة كبة الجزر عندي صارت جاهزة، رح ضيف البهارات، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة قرفة، شوي برج جوزة الطيب والملح، رح ضيفهم على العجينة الكبة واخلطهم سوا. ما رح حط مي بالبداية لأنه الجزر طري وفيه نسبة مي كبيرة، فما في داعي تبلوا إيدكم بالمي وتدعكوا، بس هيدي الخلطة بدها دعك بالإيد شوي. حطيت البهارات والملح وهلأ رح أبدأ أدعك كلهم سوا، شوي بتكونوا سخنين ما بيأثر. هلا بعد ما دعكتها رح اعملها وجه اخير على المكنة عشان تنعم عندي بزيادة. هلا العجينة ملمسها كتير كويس، لما نشتغل فيها لازم نحط رشة مي باردة على ايدينا، رح اتركها ترتاح نص ساعة وابدأ اشتغل فيها. هلا انا اخدت قطعة من عجينة الكبة بالايد دائما بمي باردة ببدأ احفرها.
مثل اي قرص كبة. وهلأ رح ابدأ سكرها، بنلمها على بعضها بهيدي الطريقة، بنسكرها هيك. طبعا التشكيل مثل ما انتو بدكن، شو على بالكن تعملوها، انا بدي اعملها بشكل الجزرة. هلأ رح اعملها بشكل مطاول، ومن هون بنسويها هيك، فبتطلع عنا بشكل الجزر بهيدي الطريقة. ومن هون نعملها مسطحة ومنرتبها، طبعا مثل ما انتو بدكن اعملوها، مدورة بشكل الجزرة مثل ما انتو بتحبوا. بالنسبة للحجم مثل ما بتفضلوا انتو تعملوها حضروها. وهلأ رح كملهم كلهم بهيدي الطريقة، حطهم على صواني وجهزهم، حطهم بالفريزر. وهيدي كبة الجزر بعد ما وصلت للقوام المطلوب بالفريزر، تلجت عندي مثل الحجر صارت بهيدي الطريقة. هلأ انا رح اقسمهم جوا اكياس وبربطهم العدد مثل ما انتو بدكن، بحطهم بالفريزر ساعة اللي بدي بطلعها قبل 10 دقايق، وبقليها بزيت يكون سخن وغمير وبتتقدم. بدنا نقدمها، انا رح صوركم طريقة التقديم كمان. انا ليش بعملها بهيدي الطريقة مثل فكرة الجزر؟ لانه بالنهاية بعد القلي بحط فيها غصن بقدونس من هون عشان اعطيها شكل الجزر. وهيدي طريقة انتو كيف تعملوها بترجع لذوقكم، بدكن اياها هيك مدورة قراص كبة مثل ما بدكن. يعني بتقدروا تعملوها هيك بفكرة الأقراص العادية الكبة، بتقدروا تعملوها بهيدي الطريقة مدورين مثل ما انتو بترغبوا. بالنسبة للزيت بده يكون مسخن قبل 10 دقايق على نار هادية، منحط القراص وما منحركن، وزيت غمير منتركن ليتحمروا. بالنسبة للزيت دايما لكل انواع الكباب او لأي مقالي، حموه قبل 10 دقايق على نار هادية عشان يوصل للدرجة المطلوبة، بيتحمى من فوق ومن جوا الزيت، بيكون حتى من جوا سخن. كثير بيقلوا الكباب بيقولوا انه بعدها من جوا متلجي، لانه الزيت بيكونوا حموه على نار عالية، فاول ما تحطوا قرص الكبة بسرعة بيتحمر من برا، بس من جوا بيكون الزيت بعده بارد. عشان هيك دائما حموا الزيت على نار هادية ليتحمر معكم اي شيء بدكم تقلوه من جوا ومن برا. يعني بيكون الزيت من فوق كتير سخن، ومن جوا الزيت بيكون كمان سخن، خاصة انه الكباب بده زيت غمير. هلأ انا حطيت القراص، ما رح حركن ابدا، وشوفوا الزيت غامرن، بس يتحمروا بشيلن، وما تكتروا قراص بالمقلاية. دائما ما منكتر قراص بالمقلاية، يعني منحط اذا مقلاية مثل هيك طبعا منحط 6 حبات، مقدر نحط 7 حبات، بس وحدة ورا وحدة. كل ما نحس وحدة بدأت هون اخذت من فوق التحميرة، منحط التانية وراها. شوفوا ما احلى لونهم كيف طلعوا محمرين، تبارك الرحمن ما شاء الله. خلص لحالهم نتحمروا، لا قلبتهم ولا شيء. وهيدا الشكل النهائي لكبة الجزر. لما بقدمهم انا بحب دائما حط فيهم غصن بقدونس، برتبهم بالصحن هيك احلى للتقديم بتكون. وهيدي كلها بترجع لذوقكم انتو كيف حابين تعملوها، سبق ووضحت لكم. بتكون القشرة كريسبي من برا لانه فيها برغل وشوية رز. اهم شيء زي ما انا من البداية صورت لكم كل الخطوات، انه الجزر على البخار وثلاث ارباع الاستوى بس، مش اكتر من هيك. كل ما ستويتوه بزيادة كل ما بيفرط معكم.